بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ وياك اليوم بارتوكان كسر الوالا ترتكب هي بدو قفكة وبريج يشوفك بعض المانتا أردو أن هذه الله ودينها لكن ما وحش على هاي ترتني عشا إن أنا شو أقول إن أي أمسنات خدنا يعني مركو قفية كم اللي يسوي سي قفكة سيان وخل خلو دري منين سي احترام ولا بد في اللي يسوي وما ستي أنا وحنا يوسف محمود محمد يوسف حيبرة الحبيب كم اللي جودنا sidoo kale waxa garabkayga fadhiya oo magacaysi miisho doona hada suru wadaw bismillaah waad sida barnaamijka magacaysi yahay hibada aad leedahay inaad noo soo bandhigtaan marka stage ka tartaa waxaan ka codsanaynaa qof waliba magaca iyo degmada uu ka socdo iyo waxa uu ku tartamayo inuu noo fududeeyo magacayga waxa la yiraahdaa aadan abdullahi artan aadan shibrales baan ku magacneeyahay waad salaam ayaan soo dhawaada ما سند سيدوك الواحد سودو مني يا حبنت استحادة جدة سودو بسم الله مجعيل وحلقها محمد إبراهيم عبدو شولي برنامج كاس لما بحاجة دير الدين إن شاء الله واسبر دورنا واحد فضلنا شو شقيل دورنا سكسور دين دورنا بولا يدير الدين إن شاء الله دمانتي وما سنت هاي ترتكوي نوف رين هاي دمانتي نقوليش تالله هاي هنقول هذي قلنا يا عبسي هنا دنسكير على سان سياد سوق بيسو حد واحد كتر تمسو قفل بأود يسون يالو على جين يعني أنا كبدي حال بي كوكر صورنو سي عدالة وقفل با وانتهاء كهرو درجة ده يوحى وسوق ما يمطف إذا كينا هاي وشيء دي إنه انتهاء طبعا سكوع سكان حد سكوع سكوع صور ناي مرتشلو صدق قفل بدي على النهاي قف قف سيجارة وتاجر دون إن شاء الله ومع سنتين ترتك إنه برابية عشان على فرضه في السبادة أنا قعدت صدق فتناه كوبان الغيّر. بسم الله ما جاء وامنا حسن يوسف وحنكيم أديك ماذا هذا حافظ سوني كي بحكتر تما هيس يا قاد ما مش شمس عمر وسلوك الجعل. وسلوك الجعل. سلوك مورا. وادوا. وسلوك الجعل كوي أن ما إلا سرت جيه. وسهشناي ما يدغي سي ساردا مسوان بدنبان سادال كنولان وسلو غلغال كويه ان ما يل سرتغي وسهشناي ما يدغي سي ساردا مسوان بدنبان سادال كنولان مايلا سلاطان ها 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 سوچيت كوغرا مايلا سلاطان ها 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 سوچيت كوغرا الله يو نفساري يا محا قرطني سري الله يو نفساري يا محا قرطني سري سنتيو هادان دوار سيدو إسوغو سعد لما أبودي جعل كان وضا سميرا كان كسيد سهويو ديواتا محاي ساري كليغي ها 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 إسوان دحذودي الله يو نفساري يا محا قرطني سري الله يو نفساري يا محا قرطني سري أيضا وما سنت هاي منا طبعا هاي سكان قاضي شو اسمه عمر أنا لما كنت في ميديا سمعي بكرية ها ها ها
وهجات إن هذه هذه ما صارت طبعاً حق إيدا من فلايا سكان كوكب طبعاً من هنا من فلايا كان توي من هنا هي حق عطك أفر بنسية صانك أفر بنسية رجلا سكان كله شمبنسية وسجدا شمبنسية تنبنا نحن بنسية فكرة فكرة تدل يسوع يوها آدية بسم الله وصل دواتي آدية إن شاء الله ودك كان كله دنا عرقنا وقتي وانا هيا بسيس عنين هذا قرار دك هجوها ها من أبريجي كوباد ترسن كا هي بدأ قف كات كل جروب تي ودمع سنت هودي كرتا طبعا عن شعر قف كحجة الله يرو فاطمة عبد الله مادة ما شاء الله هرا وصعد صدوق سيدي وبيدور دريو لا بدي سداموت دوقي كصوب حي تعال دا إسدافين سيدي وبيدور دريو لا بدي سداموت دوقي كصوب حي تعال دا إسدافين لا مهدوشي سنا شمبروه قدودان أما دير ساماتو داتكو نباتكو ودايال دويا دونا فوفتو قدر ارتي هودكي لا مهدوشي سنا شمبروه قدودان أما دير ساماتو داتكو نباتكو ودايال دويا دونا فوفتو قدر ارتي هودكي قداني ايو اني قونا درادا اندي دالين وانكو داني ايو اني قونا درادا اندي دالين نفتاكو دياري رقا كان كدورتو هدمان ددب قلينا سيدي دير عد رمضو دوح رئيس لجوكتو مسرحيتنا حبسي أفر سيدوك أنا تيبر حبسي أفر مكان كيجا سعيدو إدريس فارح وها وهجد وصح سعيدو كنت عبسي طبعا كدري مني صام كأي عرنت واحد أقول لي تي سعيدة أكيد هنا لا بحرق هي تكتي مركا أتكو عن سعيدة مع صدح لو سعيد عن شعر هاي أنا بنتي أنت أقف في حنيبي كراح حبيبه تونك وحنسية أفر إريدة وحنسية شن مزعيدة وحنسية صدح ويا فنانكم إنه موتية مسرحية وواحد يقوم بهمسة عنو قيمان إنه وهي بدأ قفكو وليه فكا صدح وحنسية أنا حقيقة وما يع ويا إن أنا جينا وحنكو ده وهي يوسف أد يا أد أنا وحن سي عد كذا اللح تونكا وحن سي تضبة أريد وحن سي سديد مسرحية ده شن تا
تيم بدي هذا صدق تيم بدي حوجا سلوك سنة هاي بس هذي كنا كنا ها majority leaders minority okay سعيد واتقدوتي وريك كوبات وحنا قصدنا قف أنت لو شيء دمعي سينان وستيج كده هذا شد هذا سعيد السماسي سعيدي وريك كوبات واتقدوتي واحد وقدوتي وريك كوبات ما دام والله بروح بنوض وجد ذا كم ذي سكر عال إنك كسيان ها هلك وجد ذا حبين كم ذي نك كسيس مايا سعيد ساسي وريك الله بعد ترتنك يبدأ قفك وأكده هو إنسان تلفزيون كعالم جاي سومالي SMS Somali TV iyo sidoo kale page-ka iyo hadda YouTube-ka SMS Somali TV iyo baraha bulshada meel walba oo SMS u leeyahay kala socotaan saasad ugu guuray gobol qofka saddexaad baan jeclahay ee tartamaha in loo yeero soo dhawow magacaaga saddexan halka aad muujin degantahay iyo tartanka waxa ka qayb gelisay waa dhawahay magacaygu waa Cabsi Maxamed Cabdullaahi ee ka yimid degmada Waaberi waxaan ku tartamayo ee hadda waa fan waxa ku tartamayo harjeena insha Allah gool heesa ku tartamayo yaa horo qaaday ees ku horo qaaday ee shiimir dacar shiimir dacar Allah ma haysto hay horo muhun nabar ka aashaqo igeestina faadana yahoy محون نبار كعاشقو إيقيستنا فادنا يهوي أنو ذوبتهايو نحريست عابيو نفك القعال دادكيقي جوي قال نوغيني أنو ذوبتهايو نحريست عابيو نفك القعال دادكيقي جوي قال نوغيني أنا بادا دحذينا نوى ولايين أيي نيتش بي عذاوها مركضي نغليسيو أنا بادا دحذينا وولايين أيي نيتش بي عذاوها مركضي نغليسيو إفكا طبنك نوعه نفسي با أذيقي واحد نبا ذهرو دبا نبر لما فلانيو نحذن دريس من قوتي نصيبك نصيبك ما كول انتي عنا ما يسكلو لهاي انتاي نفسي با اديقي واحد نبا ذهرو دبا نبر لما فلانيو نحذن دريس من قوتي نصيبك نصيبك ما كول انتي أنا ما يسكنوا لهاي إن أنتاي عبد الله سيد عبد الله محمد عبد الله الناس كشيء من الدعر نفسي بها ديجي واحد لما ده بقول دبع لما لما فلان يعني نحن نجي نسمع نقطتين دم عم تيجي على كذا كيف عطك واحد كسيشن تون كنا واحد كسي سديد وفتي كمان الدعين هم كي تون أنا موجود برودي لما موجود بس يعني عارف تي كيوسفان أريد واحد كسي لح بس رح يدري واحد كسيشن سيدو كرتيان بدر واحد كسي أفر وأقول لي دتي madama tahay wareegii oo dhishay ay oo codkaaga ma tijaabinayo aniga dhankayga Cabdi Samad waha ha ha wadaag Cabdi Samad ma sha Allah ruti codno deeqay waana u baahnay ayuu soo bandhigay aragtideeda codka waxaan siiyay 7 tonka waxaan siiyay 7 erayada waxaan siiyay 10 oo ay halkii ugu sareysay masraxiyada waxaan siiyay 8 jabadana waxaan siiyay 8 marka xaqayga waa ha 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 hore u soo ana gooni idinka ah barka ana codka waxaan siiyay 4 toonka waxaan siiyay 3 erayada 5 masraxiyada 3 teen badana hal halatis mhm dadka dhankaaga waa maxay maya
magacaygu waa Samsom Cabdiraxmaan Cilmi oo ka timid degmada Garis Baale. Waxaan ku tartay Garis Baale. Waxaan ku tartamayaa hees ay qaaday Roodo Maash. jacaylkaagay hayo habeen hurdaka masaxde dharaartii mahar galo adan kugu heelanahay jacaylkaagay hayo habeen sorry ku celinay baqan soco ku soco jacaylka aagay hayo habeen hurdaka masaxde dharaartii mahar galo adan kugu heelanahay hubaal adigay hodo halbow laha adiga qaadiyo halista wadnahay jari hubaal adigay hodo halbow laha adiga qaadiyo halista wadnahay jari hawawigaaday baday ugeyga kumoodaya harad barko qaba wadka daawada hawawigaaday baday ugeyga kumoodaya harad barko qaba wadka daawada hadii aynaan iselin amayna wadaashin naftaydan halaynaya naftaydan halaynaya hadii aynaan iselin amayna wadaashin naftaydan halaynaya naftaydan halaynaya naftaydan halaynaya Samsom Cabdiraxmaan Cilmi aniga dhankayga hadal la'aan waa ha Samsom maasha allah xaggayga waa ha scoreku codka waxaan siiyey 8 toonka waxaan siiyey 8 erayada 8 masriixiyadu 6 tembadana waxaan siiyey 4 marka xaqeega waa ha raalaha madama inta badan aanu sheegaynin dibcahaan siiyey inkasta halka ku qoran yihiin codka waxaan siiyey 9 toonkana waxaan siiyey 8 sidoo kale erayada waxaan siiyey 8 masraxeedina waxaan siiyey 7 sidoo kale tembada oo runtii ay keyra dhacaysay waxaan siiyey 5 bismillah gabadha anigana waxaan siiyey 8 toonka waxaan siiyey 7 erayada waxaan siiyey 9 masraxiyada waxaan siiyey 6 tembada waxaan siiyey 3 tembada aad u saluugsanahay laakiin inteeda kale 33 ay heshay soo dhawow waa dhawahay magacu waa Filsan Axmed Maxamed degmadu waa Wadajir waxaan ku tartamayaa heesta iga maqan waxaa qaaday Kin Saxaaji iga maqan imoga matankigi geed qariye
Matankeegi geed qariye Anna ma ku saa wa ku suulna ku saa shay saa dibna jira lugu cunahayo marka sidachi ku suulay iga maqan imoga iga maqan imoga matankeegi geed qariye matankeegi geed qariye anna manta aashaqa anna manta aashaqa sida mayayga roobko intuu meel biyaha dhigay dhex maquur shageeda sida mayayga roobko intuu meel biyaha dhigay dhex maquur shageeda dhex maquur dhex maquur shageeda mahigaan jacayl baa meel dheer idhigaya iqaada idhigaya mahigaan jacayl baa meel dheer idhigaya iqaada idhigaya aad baad u mahadsan tahay tartamaha xoogaa waxaan ka dareemaynaa cabsi cabsiduna waa wax nature waa caadi dadu inay cabsadaan markay nidaam kale yimaadaan hore tartan mooga qayb gasho hagaag marka waxay ahayd sida maanta aad tahay inaad ka fiicnaato mar adad tartamo hore ka qayb gashay laakiin xaggayga dabcan waa haa laakiin iskoor aan runtii aad iyo aad u badnayn baan kugu sii daayay codka lix baan ku siiyey toonka lix baan ku siiyey erayada way saxnaayeen difitaanka waa wax normal ah masriixiyadana afar baan ku siiyey teembadana afar baan ku siiyey marka xaggayga waa haa waa mahadsan tahay felix cabdullaahi axmed waxaa wanaagsan saan hore kugu sheegay markaad tartan gelayso inaanad cabsid wax badan bay ku kaalumaysaa dhibcaad guddida ka helayd baa laga yaabaa inaad ku weydo cabsidmarka waxaa wanaagsan inaanad runtii cabsida iska saarto markaad sideeshgeeso aniga dhankayga codka waxaan ku siiyey shan toonkana waxaan ku siiyey afar eyada sidoo kale toddoba masriixiyadana afar teembadana afar wareega waad ka gudubtay laakiin wareega xiga toonkeeda sideed toonkeeda aada u fadhiyey eryadeeda sideed masriixiyeedka xoogaa waa ila liitay saddexaan siiyey teembana labaan siiyey teembadu waa xoogaa waa ka tegeysay runtii halkaasuu tartankii nooga sii socon doona haddii allah uu dalgaalo ka noqo intaasi ayaan ku soo gebagabaynaynaa tartanka hibada qofka qaybtiisii koowaad wareegii koowaad waxaadnala ka daawanaysay telefishinka caalamiga ah ee s m s somaali t v iyo sidoo kale bartaan youtube-ka ku leenaa iyo facebook-a annaga isku duuban iyo guddida tartamayaasha dhammaantii waxaan ka tegaynaa salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu shirkadda Greenwood Design Furniture and Construction Company waxay ku haysaa dhismaha qalabaynta iyo qurxinta nuuc waliba oo dhisma ah, ayadoo ay ku dhisayaan injineero Turki ah. Haddii aad u baahan tahay in lagu dhiso guri tayo leh, naqshad fiican oo decoration qurux badan leh, waxaad ka heli kartaa Greenwood Design Construction and Furniture Company. Xarumaha warbaahinta waxaa u diyaar ah istuudiyaal qaab casri ah loo dhisayo kuwaas oo la heer ah warbaahinta caalamka. Waxaa lagu dhisayaa naqshad walba ee guri ah ee aad u baahato, iyadoo weliba lagu dhisayo guri aad u tayo sarreeya isla markaana qiimuhu yahay mid macquul ah. Sidoo kale, Greenwood Design Furniture Company waxay leedahay qayb decoration ah oo lagu qurxinayo gurigaaga ama gobolba aad u baahato haddii ay ahaan lahayd xafiiskaaga shaqada ama guriga qaybihiisa kala duwan. Waxay shirkaddu ku taallaa magaalada Muqdisho, gaar ahaan degmada Cabdicasiis, agagaarka safaaradda Turkiga ee ku leedahay xeebta Liido. wixii faahfaahin dheeraada fadlan kala xiriir taleefanka nambarkiisu yahay 6 8 9 3 8 3 7 ama booqo bogoga ay shirkadda ku leedahay baraha internetka.